أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. ارحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الأستاذ مرهف. بداية يسعد مساك. كلك زوء. طبعا أستاذ مرهف بداية حالتك صاحب محل أيسر سنتر للألبسة الجاهزة تحديدا في مأدبة. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبضة بسيطة عن حالك. اسمي مرهف وعمري 22 سنة. نعم. عندي محل أحذية ومحل ألبسة. محل الأحذية فتحته أول. نعم. شهر 11 السنة اللي فاتت فتحت محل الألبسة. نعم. وفايتي إن شاء الله وناوي نطور الأمور أكبر وأخذ محل أكبر. بس طبعا بالبداية تعرفني أكثر كيف دخلت لمجال الألبسة ومن إجتك فكرة أن تفتح محل ألبسة؟ أنا بس الله ورسول الله كنت أشتغل بالقضاء. نعم. صليت على النبي في نصيبي لي بعدين صارت معي شوية مشاكل في القضاء طلعني من مجال القضاء. فتحت بسطة هنا في السوق هي بسطة أحذية. حفايات وحفايات قصص هاي. في نصيبي ساعدني شوي وأخذت محل محل الأحذية. طورت معي الأمور ظليت محل أحذية تقريبا حوالي سنتين ونص أو ثلاث سنين. بعدين فتحت محل ألبسة اللي هو أيسر سنتر. سميته باسم إخواني اللي هو أيسر ولورنس. نعم، تعرفني أكثر عن أيسر سنتر، شو الخدمات والألبسة اللي بتقدموها عندكم؟ قدم ستاتي بناتي ولادي ورجالي خفيف يعني تطيب مش شري قوة بالرجال لكن كل شيء ستاتي ولادي وبناتي وبيت. بس بالأصل شو هي أسعاركم وتحكي لنا أكثر عن عروضكم إذا عندكم عروض حاليا؟ نسويها حسب المواسم يعني هسه مسوين عروض إن شاء الله راح تكون نهاية الشهر على الهودي على الهاينكات ولادي بناتي بضيات زيه. نعم، بس بالأصل شو سر تميزك ونجاحك عن غيرك في مجال الألبسة برأيك؟ التوفيق من الله ورضا الوالدين. نعم، كل التوفيق يا رب. تحكي لي أكثر عن نظرتك المستقبلية للمحل، إذا شو حاب تعمل لقدام؟ قلت لك إن شاء الله ناوي إني أطور مجالي أكثر. نعم. يعني صح لي محل كبير بسكر محل لورنس ومحل أيسر بفتح بمحل واحد. نعم. كمول أو تجارة كبيرة تصير رزقة واحدة. نعم، بس تحكي لي أكثر أهم المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتك بهذا المجال. هسه مشاكل فيش الحمد لله، ما واجهتني أي مشاكل. وأي صعوبات تواجهني مباشرة بتجيلها نسيت يعني بحلها مباشرة. نعم. بدون أي أوراق. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني فش بتحب تحكي له؟ أكيد بتشرف لقائي وبشكره على التفاؤل اللي بيعطيه للشباب والبنات والله يحفظه ويحمي له البلد يحمي الشعب والوطن. نعم أستاذ مرهف، أكيد في حتى ترك بصمة بحياتك وشجعك وأعطاك الدافع لتوصل لهي المرحلة، فلين بتحب توجه رسالة شكر برنامجنا؟ بس أنا بشكر نصيبي اللي قلت لك عنه الأول بداية الحلقة، بشكر نصيبي اللي هو رمز المسافة. نعم. اللي هو قدوته، هو اللي رباني على شهاد وهو اللي كبرني. كيف ممكن لأصدقاء المشاهدين التواصل مع أيسر سنتر؟ تحكي لنا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. ماذا بسوق الحمايدة بجانب صدرية حطين. إنه صفحة على الفيسبوك اللي هي أيسر سنتر للألبسة الجاهزة. وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن أشكر أستاذ مرهف على حسن استضافته لنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لك، نورت شاشتنا.